السلام عليكم. أسباب توقف فيسبوك وواتساب وإنستغرام عن العمل في جميع أنحاء العالم. فيسبوك تكشف الأسباب التي أدت إلى توقف منصتها إلى جانب واتساب وإنستغرام عن العمل أمس. تعرضت منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك لعطل أدى إلى توقف عملها لمدة 6 ساعات متواصلة في جميع أنحاء العالم يوم أمس الاثنين، ولم يكن فيسبوك فقط، فقد تعطلت منصات الشركة الرئيسية الأخرى التابعة لها إنستغرام وواتساب، مما أثار دهشة كبيرة وحالة من الاستياء بين المستخدمين ومستخدمي هذه المواقع. بحسب فيسبوك، الشركة الأم لكل من واتساب وإنستغرام وميسنجر، واجهت الشركة تعطلا في خدماتها وانقطاع الخدمات لمدة 5 ساعات أمس. لم يتسبب وقت التعطل في حدوث اضطراب في facebook.com فحسب، ولكن أيضا في الخدمات الأخرى في جميع أنحاء العالم التي تستخدم ميزات مثل تسجيل الدخول باستخدام فيسبوك. لماذا توقف فيسبوك وواتساب وإنستغرام عن العمل؟ أوضحت الشركة أسباب توقف خدماتها في بيان لها أكدت من خلاله أن السبب هو بعض التغيرات على التكوين التي تم إجراؤها داخليا على أجهزة الراوتر الأساسية للشركة. قالت الشركة أيضا إلى جميع الأشخاص والشركات في جميع أنحاء العالم الذين يعتمدون علينا، نأسف لإزعاج الناجم عن انقطاع الخدمة اليوم عبر منصاتنا. وقالت في بيان نشر على الإنترنت خلال الليل، لقد عملنا بجد قدر الإمكان لاستعادة الوصول وأنظمتنا تعمل الآن. وتابع البيان أثر السبب الكامن وراء هذا الانقطاع أيضا على العديد من الأدوات والأنظمة الداخلية التي نستخدمها في عملياتنا اليومية، مما يعقد محاولاتنا لتشخيص المشكلة وحلها بسرعة. من الواضح أن تلك الأدوات الداخلية تضمنت القدرة على الوصول إلى خوادم وفقا لتقارير متعددة. وأضافت، لقد علمت فرقنا الهندسية أن تغييرات التكوين على أجهزة الراوتر الأساسية التي تنسق حركة مرور الشبكة بين مراكز البيانات لدينا تسببت في حدوث مشكلات أدت إلى قطع هذا الاتصال. كان لهذا الاضطراب في حركة مرور الشبكة تأثير متتالي على طريقة تواصل مراكز البيانات لدينا، مما أدى إلى توقف خدماتنا. لكن فيسبوك يؤكد لنا أن كل شيء يعود للعمل بشكل طبيعي مرة أخرى، ولا يوجد أي دليل على أخذ أي معلومات خاصة بالمستخدمين. عادت خدماتنا الآن إلى الإنترنت ونعمل بنشاط لإعادتها بالكامل. نريد أن نوضح في هذا الوقت أننا نعتقد أن السبب الجذري لهذا الانقطاع هو تغيير خاطئ في التكوين، كما أنه ليس لدينا أي دليل على أن بيانات المستخدم قد تعرضت لاختراق نتيجة لهذا التعطل. يعتمد الأشخاص والشركات حول العالم على منصات التواصل الاجتماعي يوميا للبقاء على اتصال، كما أن مثل هذه الانقطاعات قد تؤثر على حياة الإنسان، ومسؤوليتنا هي إبقاء الناس على اطلاع بشأن الاضطرابات في خدماتنا. نعتذر لجميع المتضررين ونعمل على فهم المزيد حول ما حدث اليوم حتى نتمكن من الاستمرار في جعل بنيتنا التحتية أكثر مرونة. تراجعت أسهم فيسبوك 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع ومواقع إنستغرام وواتساب، فيما تراجعت أسهم فيسبوك إلى 323.56 دولار بعد خسارة 19.5 دولار، وبالتالي تتراوح خسارة مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ حوالي 7 مليارات دولار في سوق الأسهم الأمريكية. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. لا تنسوا دعمي بقوة لكي نستمر إن شاء الله في طرح المزيد من الفيديوهات. دمتم في رعاية الله ومع السلامة.